بسم الله، الصباحية الجميلة ببيت الشيخ سعيد بن روزة بالواديين. الواديين مركز من مراكز أحد رفيده ولا لا؟ نعم اي نعم. مع هالفطور الجميل، طبعا احنا من اهداف البرنامج التعريف الحقيقة يعني عادات اهل البلد، اطعمتهم، بعض الاغذية اللي فيها. هذه حقيقة من اجمل ما يؤكل الان في الجنوب، وفي أحد رفيده ما يسمى بالعريكة. انا ما ودي يعني ادخل في الموضوع لان اهل البلد اعطي القوس باريها، فودنا الشيخ عبد الله جزاك الله خير التعريف اول شيء باسمك ثم التعريف بالعريكه. حياكم الله جميعا، اخوكم عبد الله علي المالح المدير التنفيذي لمكتب التعاون بالوادين، ونشرف بهذه الزياره الميمونه الدكتور ابراهيم صاحبه المبارك. هذه الوجبه نعتبرها اذا اردت ان تكرم ضيفا فلا تقدم له غير العريكه، محبه للقلوب واكرام للضيف، وهذا من الايمان. محتوياتها باختصار، العريكة مكوناتها من البر الخالص الصافي، وهذا قد يأتي من بعض المناطق مثل بلسمر وبعض الجهات، ثم قرصان البر اللي ترونه يعمل في البيت، يعمل في البيت في التنور بعد ما يحمى التنور بالخشب، وليس كل خشب يوضع في التنور، عادة يكون من السمر أو من الطلح حتى تأتي جودته وطعمه. حتى يعني هل نقول في كل بيت من بيوت المنطقة تنور؟ إيه تنور يا شيخ، تنور شيء أساسي. أساسي نعم، طبعا دخلت الآن الأفران الكهربائية، لكن يبقى قضية التنور والحطب لها طعم خاص في هذا القرصان يا شيخ. ما شاء الله. والعريكة وش مكوناتها؟ مكوناتها من البر الخالص يا شيخ، طبعا تعجن ثم إذا استوت تأتي ربة البيت تجعلها طبعا بنفس مستوى القرص، فإذا حميت في الفرن تبدأ قضية باليد تعجنها حتى تأتي بهذه الليونة، بحيث أنها سهلة للإنسان يعني. طيب يوضع معها وش؟ هذا السمن؟ هذا السمن البر بري. البري لكنه من البقر، وقد يكون من الغنم، لكن الغالبية أن البقر هو السائد، مع شيء من القشدة، تلاحظ القشدة تحت، وهي شيء من ذرار الدقيق يوضع حتى يعطي نكهة للسمن بذاته. وهذا عسل. هذا عسل طبعا يوضع مع العريكة، طبعا يصب على العريكة. نعم هذا السدر، وهذا هذا عسل السدر من هنا من ايضا من عادة يأتي من جهة الرجال. أظن من بيتك يا شيخ، من سدر عندكم هنا في البيت. هذا طبعا من أجود أنواع العسل. ما شاء الله. ثم يأتي بعده المجرى أيضا. المجرى هذا وش؟ عسل مجرى لون أبيض بحكم اختلاف النحل. طبعا يعني هذا عسل أبيض. أي عسل أبيض، لكن وأيضا عندكم شيخ سعيد هنا من منحلكم. أي نعم. ما شاء الله ما شاء الله، عندكم في المنطقة ما الواحد ما شاء الله صحة وعافية، نوعية الغذاء ما شاء الله كله صحي، عسل وبر وعريكة. بل حتى كبار السن لو تلاحظ لنا الأسباب يعني صحتهم، تجد أنه يعني شيخ من قضية العريكة الصباحية ما شاء الله أعلم الحديث، يعني البكور الطيب. لماذا سميت العريكة؟ لأنها تعرك؟ هي تعرك باليد يا شيخ. أي نعم. نعم تعرك بالأصابع العشر فتصبح بهذا اللين وبهذا المستوى وبهذه الجودة. الله يجزاكم خير. الله يكرمك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.